باسم شيوخ وجهاء عشائر محافظة حلب نستنكر المؤامرات التي بنتها وعززتها أمريكا ومجلس الأمن وعملائها دول الخليج المستخدمين لتنفيذ هذه المؤامرة على سوريا، الذين نسم عروبتهم وكرامتهم ونخوتهم العربية. وأين أبناء الدول العربية الذين يرون هؤلاء الملوك والرؤساء الذين يتزاومون ويلعبون ويذبحون أبناء سوريا؟ أين شهامة العرب وأين نخوتهم؟ فنحن ممثلين شعبنا في حلب سنقف بوجه هذه المؤامرة والتي أملت على سوريا وأدت إلى استشهاد الشهداء من أبناء الجيش ومن المواطنين الأحرار في سبيل كرامة وشهامة هذا الوطن. وإن المؤامرات التي تحوك بسوريا فإنها ستحطم على أسوارها وقلعتها الحصينة، وإن أمريكا وعظمتها لو مرت عليها هذه المؤامرة التي أثني عليها مال كثير من الناس المخربين والخائنين لكان انتهت في هذا المؤامرة وانقضى عليها. وإننا بفضل الجيش والقوات المسلحة وسلامة ووطنية شعبنا لن تؤثر علينا هذه المؤامرة لا من قريب ولا من بعيد. وإن تهديد أمريكا ووعيدها ورعيدها لا يشكل ولا يؤثر على الشعب السوري. إن الشعب السوري يموت عند وطنه وكرامته، ونحن أبناء العشائر سنكون الجند الأوفياء خلف قيادة الجيش في سبيل كرامتنا وعرضنا ووطننا. والسلام عليكم.